لا بلوك لا سيستم. هلا انا بهمني منه كانبوتس واوتبوتس، هذا راح يكون هو الانبوت. هلا هذا راح نحوله احنا كسبيد، اظن راح نحوله، فراح يصير عندي هذا هون سبيد. هاي اول نقطة، بعدين هذا راح يكون انبوت من برا مزبوط، فالخط بده يجي على هاي هون، يجي على هاي. الفيلد راح يضل كونستنت، ما راح العب بالفيلد، وراح اطلعه برا، وراح يطلع عندي على الاوتبوت سبيد وارمتشر كارنت وفيلد كارنت والكتريكال تورك. طيب شو رايكم نعملها بهاي الطريقة؟ خلينا نرسم الان خط حواليهم. الطريقة اللي كانت تلعب فيها هيك بدنا نحطه مضبوط. هون بدنا هاي حدود السيستم مضبوط، بس لا كان في طريقة في تقدر تكبس عليه باليمين وتعمل سب بلوك على المحدد، على اللي عملته اللي حطيته. لا انا بتذكر كنا نحط في شيء من الخيارات من فوق. صحيح، بس انا بحاول اتذكر كيف كنت اعمله. زمان مش عامل، في حد متذكر هذا؟ انا بحاول اتذكر اشوف external control design parameter estimation system test. create subsystem. بس خلينا نتاكد انه عملنا الاماكن الصحيحه. اشوف اذا بعمله هون هلا هيك. اوكي، هلا المشكلة بدنا نحاول نرتبه. اوكي، اذا هذا صار الارمتشر فولتج، هذول صاروا الاوتبوتس. هذول بس رايحين على الاوسيلوسكوب. هلا هذا بدنا ننتبه عليه، هو سبيد حطيناه احنا. radians per second.
هلا بعدين هذه في الموديل الفعلي هذه راح ترجع من الروتيشنال لود، راح تجيني من الروتيشنال لود، بس هلا بالوقت الحاضر انا بخليها، هلا هذا بقدر اشغله زي ما شغلت هذاك وبتضلها طبعا هذه موجوده من هون. هلا هذا البلوك راح يستبدل ب بس خلينا نشوف اذا تمام الفيربل سبيد درايف، خلينا نشوف اذا بقدر نحسن الاسماء هذول هون. دبل كليك على الرقم وبعدين اغيره. تمام ممتاز اوكي بورت نمبر وبعدين ما بقدر اغير الاسم عند الاوت ون. عند وين؟ اسم الاوت ون. هذا ايوه تمام اوكي ممتاز. هذا اللي هو الالكترومغنتيك تورك، هو بسموه الكتريكال تورك، يعني هو الانديوس تورك، هو التورك اللي بيطلع بس لسه ممكن ينطرح منه ميكانيكال تورك. اوكي هي صار عندنا تقريبا هذا البلوك. هلا المفروض ثيوريتيكلي اخذ هذا البلوك اقدر انسخه من مكان لمكان. خلينا نشوف اذا بدنا نعمل احنا نعمل فايل جديد. هلا عملت كوبي اوكي تمام، هي صار عندي هذا البلوك سب سيستم. هلا راح اسميه هذا راح يكون انا اظن حتى هذا بقدر انقله على الجهه الثانيه. خلينا نتذكر بس كيف كنا نعملها. كان في طريقة أقدر أنقل على الجهة الثانية، نشوف إذا تذكرناها. خلينا نشوف إذا كان من هون نقدر نعمله. عشان مش قادر اتذكر كيف تنعمل، هي كثير ارتب لو دخلت الاي 1 والاي 2 من جهه من هذيك الجهه، بس مش مشكله. طيب اذا عندي هذا السيستم من هون، بدي انا انسخ الباور جي واي. خلينا ننسخها على اي حال. اذا كوبي انت تمسك السيجنال نفسه انت تسحبها بس بالماوس هيك، لا تمسك الطاقه ايوه من جوا. أنا كنت أعملها، المشكلة صار لي فترة مش داخل عليها مش متأكد، إذا لقيتوها بنشوف نعملها. إذا هو عندي هلا بدي أروح على البلوك الثاني، بدنا ناخذ الريكتيفاير. هاي هلا هون السؤال، هل في شيء بحتاجه أنا من داخلها ولا خلص بدنا ناخذها كلها زي ما هي مش هيك؟ بس ندخل عليها ألفا. الشيء الوحيد بدخل عليها هو ألفا، حتى ما راح أدخل ال 60 ديجري، خلص راح آخذ فارنج أنجل ألفا، مضبوط؟
نحط الارك كوساين، شو رايكم؟ عشان نعمل الميرايزيشن. اذا خلينا نعمله الان هون، رح ناخذ هذه لحاله. طيب ماشي اوكي، ماشي اوكي كويس. شوف احنا اللي نفسه، فما بقى عليه. اذا بدك خلي هاي هيك بنحطها هون برا. حتى البورج قالوا شفناها بجوز كمان موجوده برا. نبعدها هيك. صح، واحسن يكون وحده، بدناش يكون عدد كثير. صح. طيب في شيء ثاني بدنا اياه؟ اللود طبعا ما بدنا اياه، مزبوط. فبدي يكون الاوتبوت عندي بالمنطقه هذه هون. خليني ازيح هدول. الميجرمنت بنخليه برا. الميجرمنت ما بدنا اياه. فصار عندي هاي حدود البلوك هون، حدود البلوك هون، وصف هذا بس بدي ابعده. خليني ازيح كل شيء شوي لليمين. هاي هيك. اوكي. اذا حدود البلوك صارت واضحه، نعمل اذا ناخذ الان من هون لهون. اوكي، صار عندي هلا سب سيستم. ايش اللي طلعهم الاوت هذول؟ في اشياء حطها اوت ما هم طالبينها هذول. ليش عملهم اوت؟ خليني مرة ثانية بس اعمل اديت. دكتور قال انهم مش مشبوكين، بس كان تغيير للبورد. ايش هم هدول؟ هدول انهم مش مشبوكين اصلا. عملهم ديليت. ايش هم هدول؟ ميجرمنت يعني؟ احنا ما كنا حاطين ميجرمنت. بس نلقيته برا. طيب نقدر نلغيهم في البلوك. اوكي ماشي. اوكي كويس ماشي. بس هيك بيكون اعطيك ايرور. ليه؟ مش مش مشبوكين. لا بس هم اوتبوتس، مش اوتبوتس، هم ميجرمنت كانوا. ليش هم بينوا عندنا؟ بينوا عندنا اظن لانه كان عندنا ميجرمنت. بدنا نغير من البلوك نفسه. طيب اوكي ماشي. شو ميجرمنت بورت؟ ليش احنا عاملين شو ميجرمنت بورت من الاصل؟ مظبوط. عشان ما هذا اوكي. طيب خلي، ويمكن الاحسن نرجع مره ثانيه نسكر الفايل ونفتحه من جديد. دكتور اعمل سب سيستم جديد واعملهم. طيب كوبي او جوال بس شيء. خلينا نجربه، إذا ما زبط بعدين بنرجع بنعيده مرة ثانية. خلينا نشيل بس الميجرمنت بورت من هون. هي راحوا عنا كل الميجرمنت بورت، سكر مرة ثانية. ضل عندي هلا بس هدول اللي هم تو اوتبوت كونكشنز وواحد انبوت، مظبوط؟ نعملها روتيت. كلوك وايز تمام. بعدين عندي هون هذا اللي هو الانبوت. وهذول هم الكونكشنز الاثنين. اوكي تمام. قرب هاي عليها. مش مشكلة، أنا بدي أرتبه بحيث إنه يضل هذا الفايل موجود عندنا لبعدين ونتأكد منه. إحنا لدينا هاي الميجرمنت. خلص مش مشكلة.
هاي هذا الجزء إيجار مظبوط. نجربه نتأكد منه إنه شغال مش أحسن. تمام. نغير فارينج أنجل نتأكد كمان. شوفوا 90 اللي حكينا عنها قبل شوي. وفي يطلع الأفرج 0 فولت. إحنا إمنا الديسبلاي. إذا بتطلع راح تلاقي صار الأفرج حوالين ال يعني آخر إشي لما يوصل السيتلد فاليو بصير الأفرج حوالين الزيرو، فالأفرج فاليو تبعه زيرو. نعمل زوم على منطقة صغيرة. هذه طبعا شكل الويف فورم هيك. اوكي هلا هذا جاهز عندنا الكونكشن هون. هذا راح نسميه 6 بلس كنترول ريكتيفاير. الانبوتس احنا غيرناهم كمان مش هيك، خلينا نغيرهم هون. الفا وانا هدول الاوتبوت بصير راح تكون بوزيتيف والنيجاتيف مش هيك. لا بعرفش هذا اذا بنقدر نضيفه على اللايبرري، بتقدر تضيفه وتعمل كاستم لايبرري. اذا حد عرف كيف يعملها كمان يحكي لنا، ممكن المستقبل نصير نخزنها كلايبرز جديده. هلا هاي صارت جاهزه عندي فايرنج انجل. المفروض هلا هذا البلوك كمان نقدر ننسخه. هلا انا المشكله مش متذكر كيف تعكسوهم، المره الجايه بركي بنلاقي كيف نعكسهم عشان يترتبوا، لما بيجي الدي سي من هون والدي سي بلس من هون. بس هلا مبدئيا راح نشبكهم بشكل عادي. بصير بصير اوكي. هي هدول هلا شبكنا الاي بلس مع الاي، الدي سي بلس مع الاي 1 والاي 2. خلينا نجيب هلا اللود. فاللود كان عندنا موجود في فايل تالك. هاي روتيشنال شافت. هلا اذا تتذكروا هون كان عندنا بس انيرشا وفيسكس فريكشن مظبوط. هلا فعليا ممكن يكون عندنا اوت اوف بالانس لود، بس هلا رح نتركه شوي. هلا رح نفترض انه عندي بس انيرشا، فهذا حتى مش رح اعمله هلا بلوك. خلينا ناخده زي ما هو، بعدين بنعمله بلوك ولما يكتمل عندنا. هلا صار عندي هذا التورك كله كان هذا عندي التورك راح يجي على، فصار الان التورك اللي جاي من المحرك راح يجي على ينطرح منه الفيسكس فريكشن، راح يجي على الانيرشا. الانيرشا راح يعطيني الفا اللي هي روتيشنال اكسلريشن، بعملها انتجريشن تعطيني اوميجا، واوميجا راح ترجع الان تدخل هون. هاي نقطه مهمه. يعني السبيد راح تتحدد الان من اللود. يعني انا اللي عمالي بقوله هذا اللود راح احط عليه تورك، التورك راح ياثر على الانيرشا وينطرح منه الفيسكس فريكشن، راح يعطيني روتيشنال اكسلريشن. ولاحظوا هاي في شغله مهمه في الانتجريتر، في انيشال فاليو.
اي انتجريتر لازم يكون في له انيشال فاليو. فالانيشال فاليو تبع السبيد احنا ما نقول انه الانيشال سبيد تبعت السيستم زيرو. بتحب تعطيها انيشال سبيد ثانيه انيشال كونديشن ثانيه بتقدر، وبتقدر تجيب الانيشال كونديشن من برا. يعني اذا حبيت بتقدر تجيب الانيشال كونديشن من الخارج بحيث يبين معك بشكل واضح. هي هون صار الانيشال فاليو تبع السبيد اوضح. فاحنا اذا جبنا كونستانت، هلا هون خلينا نجيب كونستانت من اللايبرري براوزر. ضلت زيرو ما هيشتغل يعني ما هيحطل. لا الانيشال فاليو كان ضلت زيرو معناته اوميجا تكون زيرو مش هيك؟ صحيح. ما ندخلها احنا على الدي سي موتور ما تكون اوميجا زيرو هتك تورك زيرو. لا انت لا بالعكس، الدي سي موتور لما يكون ستيشنري بعطي اعلى ستارتنج تورك. متذكر الرسمه اللي انت رسمتها؟ اعطيتك الماكسيم ستارتنج تورك. ولذلك احد مشاكل الدي سي موتور انه فيري هاي ستارتنج تورك فيري هاي ستارتنج كرنت، او ميزاته ميزته انه بعطيني فيري هاي ستارتنج تورك بس بسحب فيري هاي ستارتنج كرنت. اذا هلا عندي هون الكونستانت راح اخذها هون ودخلها على الانتجريتر. هلا هاي طريقه ارتب لانه حد بفهم منك شو اللي انت حاطه. يعني انا شو راح اعمل الان هون؟ راح احط هون انيشال سبيد يوزر فريندلي. ايوه يوزر فريندلي. انيشال فاليو اوف روتيشنال سبيد راديانز بير سكند. فلا اذا اجى حد اطلع عليها راح يفهم بالضبط انت شو اللي عم بحط. لو حطيت هلا زيرو هاي صارت عندنا جاهزه. هلا بناخذ هذه اوميجا راح نشبكها من هون. هاي صار عندي هذا جاهز هيك. المفروض هلا الموديل هذا اقدر اشغله. هلا المشكله الوحيده يعني او لا هو راح يضل يزيد لحد ما يوصل ليميت الفيسكوس فريكشن وراح يوقف عندها. خلينا نشوف هلا هو يعني ما بعرفش ايش راح يستقر عليه. هلا ضل عندي هون ادخل فايرنج انجل. لاحظوا هلا اللي سال عن الثري فيس سورس احنا خبيناه. هلا يمكن يكون حد يجي يسال وين الفايرنج سورس، وين الباور سورس؟ عارفين الباور الكتريكال سورس ممكن حد يقول انا احسن احطه برا وابينه بشكل واضح زي ما بدك. اما هيك احنا يعني. نعم يصير زي البلوكات اللي تمام يعني. اذا بدك عشان توضحها عشان حد ما هذا including three phase electrical power source هيك بتصير واضحة ان هي موجودة في داخله. اذا بدك تحط نوتس تقدر تحط نوتس كمان، بس اكبس انتر في مكان واكتب النوتس اللي بدك اياها. طيب ضل عندنا بس الفايرنج انجل ندخلها كوبي. ترى ممكن نسميها هيك فاريبل سبيد درايف ولسه بعد كنترول. هو فاريبل سبيد درايف فاريبل سبيد درايف الان صحيح. يعني هلا عندي فاريبل سبيد درايف لانه انا بقدر، لانه حتى لو انا مش عامل كنترول لو انه هو اوبن لوب تمام مانوال كنترول، فانا بقدر اضبط الفايرنج انجل حتى اجيب السرعه اللي بدي اياها بالايد يعني ممكن. خلينا نضبط هذه هون الاسم لهون. اليونتس مهمة لأنه هون الأنجل أنا بدخلها بالديجريز مش هيك؟ صار عندي كل شيء جاهز هون مش هيك؟ هلأ نحط سكوب على ال نحط سكوب على السرعة نشوفها. هلا انا بعرفش على ايش راح يستقر لانه احنا المشكله يعني خلينا نعطيه فولتج صغير شوي. فبدا مش راح اعطيه 30 راح اعطيه 60 مثلا 60 ديجري حتى ينزل الفولتج. احنا احد الاشياء نسينا نحطها، ممكن كان هذا الدي سي موتور فيكست اكسايتيشن او عفوا السكس بلس كنترول ارتفاع نطلع منه الافرج فولتج كميجرمنت. ممكن نحط الافرج فولتج ونطلعه كاوتبوت يعني يطلع منه، او هلا بامكاننا نحط احنا ميجرمنت سورس عبر هاي، بس لازم نحط فولتج ميجرمنت عبر هاي اشوف ايش الفولتج اللي بيطلع معنا. اوديترون فيه كارت من واضح انك
الانيرشا قديش حطيناها احنا هون؟ احنا كنا حاطين فاليو لاي مش هيك؟ طبعا 10 كيلو جرام متر سكوير فاليو عالي جدا، بس احنا نحطهم فاليو عشان ياخذ فتره طويله حتى يتسارع. والبي احنا ماخذينه واحد، خلينا نشوف. انا بعرفش ايش راح يطلع معنا، اذا راح يطلع شيء منطقي ولا لا، خلينا نشوف. المفروض يبدا من زيرو سبيد، تمام. عماله بزيد هو بخط مستقيم لانه احنا حاطين انيرشا عالي جدا، فالموتور عماله بسارع بتسارع اللود. خلينا نحاول اخفف شوي الانيرشا ونحطها واحد. خلينا السكوب زودتها ايش؟ عفوا خليتها واحد واحد، كانت واحد عشرة. انت زدتها مش خليتها. لا انتبه، انا قللت الانيرشا. وان اوفر اي، مش انا بدي اقسم تي على اي؟ مظبوط. فانا عم بضرب في واحد على اي، فانا قللت الانيرشا بحيث انه التسارع هلا بزيد، بصير اسرع، يعطيني نتيجه اسرع. خلينا نشوف هلا شو بيطلع معنا هون. عم باخذ وقت اكثر لاني انا غيرت الهاي، اعطيته سامبل تايم 1 مايكرو سكند. حطينا 10 سكند، حط 10. اوكي مش مشكله، خلينا نشوف هلا اول مره شو بيطلع معنا. هلا شوفوا الترتيب البلوكس كيف صار عندي البلوك مرتب، وهاي فكره موديولر. هلا اذا احنا لو بدنا نشتغل كمان بشكل مرتب بنخزن هذا بلوك عندنا، بصير دائما نستعمله. ليش اضل اعيده كل مره؟ يعني هاي احد الاشياء كويس تعملوها بالمشروع تبعكم، لما تعملوا مشروع حاول تخزن كبلوكس مرتبه تمام، وبصير هذا له وصف للبلوك ومعروف شو هو. مثلا في دي سي موتور وهيك مثلا بيعمل هاي، بلوك ثاني مثلا بيمثل كرين، بلوك ثالث بيمثل لود مختلف. وفي كرييت لايبرري موجود الخيار، بقدر اعمل كرييت لايبرري تمام. احنا عاملين 10 سكند عشان هيك مطول. خليني اخفف السامبلينج تايم واخفف هذا الزمن شوي، نعمل هذا 2 سكندز. خليني اخفف السامبلينج تايم، اعمل 10 مايكرو سكندز. اوكي واضح هون مبين عندي الفيرست تايم كونستانت. التايم كونستانت هون ايش الاشي الرئيسي اللي فيه؟ ملاحظين في تايم كونستانت هون؟ الكل ملاحظ في تايم كونستانت؟ شايفين هذا الكيرف كانه شيء عمال فيرست اوردر سيستم عم بعطيه ستيب فانكشن؟ شو اللي بحدد التايم كونستانت هون؟ ايش الاشي الاشيين البارامترين الرئيسيين؟ الماس وال مش الماس، ايش هي هون بهي الحاله؟ الانيرشا وايش؟ والفيسكس فريكشن. هلا هذا كانه تايم كونستانت له هذا السيستم. لاحظوا هذا السيستم ميكانيكال سيستم اسرع ابطا بكثير من مين؟ من هذا السيستم. الالكتريكال سيستم هون احنا بنعتبره كانه انستنتينيوس. اوكي يعني عمالي بغير انا هون، بحط الانجل عم بيطلع معي فولتج من هون مباشره، او بيطلع معي تورك مباشره. هذا بقدر اعتبره انستنتينيوس بالنسبه لهذا. معظم البولز الاثنين اللي موجودين هون في عندي راح يكون انتجريتر، اذا عملت الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم انتجريتر وراح يطلع معي بول البارامترز تبعته هي اي وبي. اي من وين اجت؟ من الانيرشا. اي على بي راح تعطيني التايم كونستنت تبع هذا السيستم، راح يعطيني البول، هي قيمه بي وقيمه اي اللي هون، فعمالهم بزيدوا بهذا الشكل. فواضح انه اذا اعطيته زمن اكثر راح يوصل يستقر عند القيمه هاي اللي موجوده هون. هيك صار عندنا بلوك. هذا طبعا ممكن احوله لبلوك، بس انا بديش احوله هلا لبلوك لانه بسيط جدا. بدنا نحوله لبلوك راح نحط عليه لود وكاونتر ويت زي الهويست. متذكرين الهويست؟ كيف من الهويست؟